سياسة الاتحاد السعودي السابقة أي كانت يعني فيها نوع من الخلل بإعطاء الأندية الضوء الأخضر ومساحة كافية للعمل بدون المتابعة والمراقبة والمحاسبة. وأتمنى إن شاء الله وأبو سلمان موجود إنه سياسة يعني تربية الأبناء بالتساوي هذه ما هي يعني ما هو هذا العدل. العدل إنه أنا أحاسب المخطئ وأكافئ المتميز. الاتحاد السعودي السابق كان دائما يتجنب الدخول مع الأندية في مشاكل أو في محاسبة كي لا يصطدم بالجماهير، وأن الاتحاد السعودي الآن يقف ضد هذا النادي أو يقف مع هذا النادي في حالة أنه يدعم النادي المتميز. اللي نتمناه حاليا إن شاء الله، وتغريدة أبو ناصر واضحة جدا، يعني لما يتكلم عن ضرب تحت الحزام راح يكون من الضرب هذا؟ واضح أنه من ناس مسؤولين ومتنفذين، ليس الضرب من أي شخص. لما يتكلم عن قرارات أو مقترحات لها أهداف مختلفة، أنا اللي أتمنى أن السياسة القادمة في الاتحاد السعودي تكون واضحة للجماهير قبل الأندية. الجمهور لازم يعرف أنه الأخطاء تكون من الأندية وليست الأخطاء من الاتحاد السعودي. لما يعرف النادي الجمهور أنه عندك في الفريق الآن فلوس أو عقود لم تسدد بناء عليها حصل مشكلة إيقاف للفريق، لا هذه المشكلة لم تكن من الاتحاد السعودي. فالاتحاد السعودي يجب أن يكون واضح، مثل ما أبو ناصر أعلن أسماء، حاسب أسماء، حصل الآن السنة هذه اختلفت الآن المنظور عند الجماهير، اختلف كليا. الآن رؤساء الأندية يعلمون أن هناك محاسبة، يعلمون أن الخطأ صحيح لن يمشي ويمر مرور الكرام كما كان سابقا. هذا أتوقع إن شاء الله بإذن الله أنه سيؤسس إلى سياسة جديدة قادمة في الاتحاد السعودي، نتمنى إن شاء الله أنها تفعل في العام القادم بإذن الله. ممتاز أبو سلمى، يلا الآن احنا